قبل كده جبت لكم من افراح في الصعيد وفي النوبه والبلاد الجميله بتاعتنا، وفي الكويت كمان جبنا لكم تقرير هناك، وقد ايه حب اللي طالع من القلب فعلا. يعني انا متهيألي لو فتحنا قلب واحد اهلاوي هنلاقيه كله اهلي، كله اهلي، عقولهم اهلي، اللي انتم بتمنعوهم ان هم يحضروا ويشجعوا فرقتهم. الموضوع مش موضوع دوري يا جماعه، الاهلي عنده منه 40 دوري. في ناس بالنسبة لها يعني الدوري، يعني عندنا 40 دوري، 40 دوري، مش هتعيش عشان تجيب 10 دوري، ها مش هتعيش عشان تجيب 10 دوري، وربنا ما بيسيبش إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله. دعوة واحدة بس من قلب كده حد أهلاوي، استحملوا تعالوا